معانا من سنة رابعة كلية آداب قسم إعلام محمد مجدي. أهلا بيك يا محمد. ودعاء عبد الوهاب، أهلا بيك يا دعاء. أنتوا في نفس السنة وفي نفس القسم. تمام. ومشروع التخرج قلب رأسا على عقب. قلب حياتنا كلها. قلب حياتكم كلها تقريبا. طب يعني انتوا بجد عملتوا الحوار ده مع المرشد السابق؟ التسجيل موجود وصورتنا موجوده معاه. ايه؟ لا قولوا لي صوتكم شويه. ايه؟ التسجيل موجود وفي صوره لينا معاه. لك صوره وانتوا بتعملوا الحوار؟ لا بعد الحوار. يعني خدناها معاه. حتى موجوده معانا دلوقتي. طب وتفتكروا ليه حصل يعني انكار لانه الحوار ده اتقال، او انه في عبارات مش مظبوطه اتقالت فيه، مش يعني مش دقيقه قصدي؟ الاجابه دي عند المرشد نفسه مش عندنا احنا. الاجابه دي ليه انت كل حوار تطلع تقول ما حصلش، تطلع تقول لا انا ما قلتش كده. احنا معانا تسجيل، لو حد مشكك في ان احنا عملنا الحوار احنا معانا تسجيل ومعانا صور. مش عارف ليه قال كده. نفس المعنى دليل الجريده الكويتيه كانت عامله حوار برضه في نفس الاسبوع اللي اتنشر فيه الحوار، الاسبوع اللي فات تقريبا، والحوار اتكذب برضه والتسجيل اتنشر بعديها والكلام اللي موجود موجود. هي نفس بس خليني انا اتبنى وجهه نظر الطرف الاخر. دكتور مهدي عاكف، مره اخرى احنا تواصلنا معاه بسبب موضوع الجريده، وبدا بشكل واضح جدا احساسه انه الاعلام متربص بيه، وانه في تدليس كبير وفي كلام بينسب له. هو اكد كده في الحوار معانا وقال احنا رصدنا 6.5 مليار جنيه للصحافه لتشويه صوره الاخوان والتشنيع علينا. لا هو قال 6.5 مليار لمؤسسات اعلاميه، قال كده. للصحف. للصحف. كان محدد اكتر. للتشنيع علينا. للتشنيع على الاخوان. بس بعد اذن حضرتك احنا ملناش اي علاقه بحد، احنا كنا رايحين كاتنين شباب بيعملوا مشروع تخرج عشان بس ياخدوا درجات ان هم يعملوا مشروع تخرج حلو وينجحوا. يطلعوا يعني اخر سنه من الجامعه. مش مشكلتكم الاخوان، لان مشكلتكم الدرجات. انتوا عايزين درجات كويسه. لا احنا عايزين نعمل مجله مشروع تخرج كويسه، يعني اللي احنا اتعلمناه في 4 سنين بنطبقه في سنه. فما فيش حاجه، ما لناش اي اهداف سياسيه لا مع ده ولا مع ده، ما لناش اي علاقه ده لا بده ولا بده. فرايحين ما لناش حق. ليه بيقول علينا كده؟ طب اخدتوا ميعاد منه ازاي؟ ما هو برده مش سهل انه انا هقول لك على حاجه. هو مش سهل اساسا لحد صحفي ومشتغل في الاعلام انه يعمل حوار مع دكتور مهدي عاكف. هو عامه بيرفض، وده من زمان مش مؤخرا. انما كمان طلبه ومشروع تخرج، ازاي وصلتوا له وازاي عملتوه؟ ببساطه شديده انا كلمته، مساء الخير يا فندم، احنا عايزين حضرتك ميعاد، احنا مجله مشروع تخرج جامعه حلوان، عايزين نعمل حضرتك حوار صحفي. قال في الاول ماشي تمام، ادانا ميعاد بعديها باسبوع. فكلمته الاسبوع ده كان يوم رسم الجرافيتي قدام يوم ضرب احمد دومه و تاني يوم كان الحوار بتاعنا. تاني يوم كان معاد الحوار بتاعنا. فكلمته الصبح اكد على الحوار ان احنا هنروح، فما فيش مشاكل، الوضع تمام وامان. قال تيجي حضرتك بس. هو اتكلم على الواقعه دي في التسجيل. مش عارفه معانا ولا مش معانا الجزئيه دي. انتوا مين سالوا؟ انا. انت سالتي قلت له ايه؟ قلت له بالنسبه لان في بنت اتضربت امبارح قدام المقر، هل ده من اخلاق الاخوان او من اخلاق الرجال؟ قال لي البنت دي انا لو كنت موجود كنت طلعت بره بالحبل ربطتهم في الشجره. اللي واقفين يتظاهروا قدام المقر بتاع الاخوان غوغاء. فقعد قال كلام كتير قوي موجود في التسجيل. انت بتسجلي وبتكتبي، انت همك اللي هتسلميه للدكتور. ليه مشروع التخرج بتاعي ده اللي هاممني. بس فاني احنا بنتكلم طبيعي، باخد رايه في حاجه حصلت امبارح. في ناس اتضربت وفي عربيه تولع فيها، في مشكله كبيره. انت بمناسبتك ان انت اكبر حد دلوقتي في الاخوان، او انت المرشد العام الاسبق للاخوان، فليك موقف. ايه رد فعلك على اللي حصل امبارح؟ بتدين؟ بتعارض؟ بتايد؟ قال لي انا لو مكانهم هطلع بره ببساطه، همسك الحبل وهقلهم كلهم في الشجره. نو كومنت. انا اللي مستغرب له استاذتنا ان هو كان تعامله معانا بشكل جيد، حتى احنا اتاخرنا عليه في الميعاد ساعه بسبب هو على غير العاده. مره ثانيه يعني اذا كان في من ينكر هذا التسجيل فلازم اقول التسجيل المنسوب، يعني ده لازم اقول بما انه مش متفق عليه. تمام. حتى وان كانت الاذن تصدق نبره الصوت دي حاجه ثانيه. الحقيقه في التسجيل بادي جدا على يعني ان هو بيكلمكم بهدوء وبود، يعني مش حصل يعني مش بيزعق خالص. احنا كنا رايحين لينا تجربه مع صديق قبل كده، راح عمل معاه حوار قعد معاه فتره قليله وانا الحوار طردوا. احنا دخلنا ببساطه احنا دخلنا ببساطه نعمل الحوار. بدأ عادي كلام، بعديها أذان الظهر أذن، قال أنا مش هتكلم غير لما نقوم نصلي. رحت صليت معاه، صلى بينا إمام. بعد الصلاة يعني تقبل الله تقبل الله تعالى يا ابني أنتوا بتعملوا إيه؟ إحنا بنعمل. صوتك شوية يا محمد.
انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل مشروع تخرج عشان كذا 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 وعايزين من حضرتك يعني حضرتك كلنا ترد على تساؤلاتنا. رحنا قعدنا معاه في مكتبه وقعد دار الحوار بشكل طبيعي، قعدنا معاه حوالي 25 دقيقة، اتسجل منهم حوالي 21 دقيقة، جينا نتصور معاه في كلام اتقال بس ما اتسجلش. أستاذ مجدي الجلاد رفض يتنشر الكلام ده لأن ببساطة قال مش هنشر أي حاجة غير لما تكون مسجلة.